السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم ماهر اليماني من موقع اليماني. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، ويلا بينا. أهلا وسهلا بكم في سلسلة نتعلم. طبعا لما قلنا لكم ان انت ممكن تصور من التليفون بتاعك او من اي كاميرا، طب انا هعمل المونتاج بايه؟ لو انت على الكمبيوتر عندك سوني فيجاس وعندك فيلمورا وعندك برامج تانية كتير جدا على اللي هو الكمبيوتر، طب انا لو عندي تليفون جوال انا ممكن اعمل المونتاج بتاعي ايه؟ عندك بعض التطبيقات زي الفي ان والكاب كات، وعندك انشوت واي موفي، وعندك برنامج، دول كلهم مجانا، لكن في برنامج اقوى منهم اللي اسمه لوما فيجن، دوت انت ممكن تعمل برضك من خلاله اللي هو المونتاج بتاعك باحترافية عالية. يعني انت عندك امكانيات على الكمبيوتر واقوى منها كمان بالنسبة للتطبيقات. واغلبية اللي هم الاصدقاء اللي بيعملوا مونتاج على التليفون فضلوا اللي هو الفي ان وبيشكروا فيه، لان هو مجاني وفي امكانيات عالية جدا وبمنتهى السهولة. يعني ما فيش عندك حجة، تقدر دلوقتي تعمل مونتاج سواء من الكمبيوتر او من التليفون، وخلي الفيديو بتاعك حصري ليك تحطه في اي مكان انت حابب تنشره فيه. ونشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله عما قريب، ونقول لكم سلام.